السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ كنتمنى تكونوا هانيين. شكرا بزاف حيت التواجد ديالكم هنايا، كيشرفني بزاف. تحياتي لكم جميعا، والنهارده عندنا اخبار مهمه جدا. اولا قبل اي حاجه لازم نبارك طبعا لنادي نهضه بركان على الفوز بكاس السوبر الافريقيه، ونبارك لكره القدم المغربيه على كاس السوبر اللي بيجمع بين نادي مغربي ونادي مغربي. ده في حد ذاته انجاز طبعا لكره القدم المغربيه. هذا العام كره القدم المغربيه تفوقت بشكل كبير جدا، سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه. فبنبارك لنادي نهضه بركان، ومباراه رائعه طبعا ما بين الوداد وبركان. والحقيقه لاعبي الفريقين استقبلوا او عملوا تهنئه للاعبينا الشباب، لاعبينا اللي رجعوا ابطال من الجزائر، اللي الحمد لله بنقول الحمد لله ان هم ما كسبوش المباراه لانه خسروا والجزائريين عملوا كده. امال لو الجزائريين كانوا خسروا المباراه كانوا عملوا ايه؟ يعني لو المغرب فاز كانوا الجزائريين عملوا ايه؟ اذا كان انت اصلا فايز بالمباراه والمفروض تحتفل بالبطوله وبتعمل اللي انت بتعمله ده، الشغب والضرب والهمجيه والبلطجه وقله الادب، امال لو انت خسرت كنت هتعمل ايه؟ فالحمد لله ربنا سترها على فكره، ودي اراده ربنا انه الاولاد دول يرجعوا مهزومين وشكرا كفايه، المهم سلامتهم والحمد لله على قد كده. كاس العالم الاصليه وصلت المغرب في جوله بتعملها الفيفا بكاس العالم للمنتخبات او للدول، وكانت في رفقه تريزيجيه، تريزيجيه بتاع فرنسا مش بتاع مصر. وطبعا ده احنا النهارده دي بقى الانجازات، بدل ما زعبولة الاولى امبارح طالع يحتفل يقول لك ابطال ورجعتوا ابطال وخدتوا لنا عملتوا لنا اللي مش عارف ايه وضربتوا المغاربه، ناقص يقول كده، ناقص يقول ابطال وضربتوا المغاربه، بيحتفل ببطوله وديه اعملوا لهم الانجاز والابطال والمحاربون والاسود والعمالقه والفيزيائيين والخوارزميين والرائعين والافنجرز، مش عارف صراحه. وهو اصلا واخد بطوله وديه تحت 17 سنه، لا وصولك كاس العالم هو ده الانجاز يا زعبولة. انتوا عارفين انا قصدي على مين زعبولة؟ لو مش عارفين ارجعوا للفيديو اللي فات هتعرفوا، انا يعني هتلاقوا القاب كتير انا بحطها واسماء العفاريت. المهم يعني فالانجاز هو دخول المغرب كاس العالم، هي دي الانجازات الدوليه اللي تستحق التقدير كده وان الناس تبارك عليها، مش علقه وضرب يروح يتباهى بيه. مفاجاه بقى يا جماعه، تونس بتعلن انه ازمه السكر اللي عندها خلصت وانتهت فجاه كده. ازمه السكر دي استمرت في تونس سنه، قرب السنه تقريبا، فجاه خلصت. انا قلت لكم ايه من كام يوم انه السكر، وعلى فكره 20 طن سكر تبعتهم الجزائر لتونس ده ما يحلش الازمه. اذا في كميات كبيره مبعوثه وسريه ما حدش عارفها، يعني ما حدش يقول لي ده 20 طن، لا مش 20 طن، 20 طن ما كانتش الازمه انتهت، انما ازمه مستمره عندك سنه وتنتهي فجاه، اذا في كميات كبيره من السكر غير ال 20 طن وصلوا تونس. وطبعا دي هديه الجزائر لتونس على استقبال كتكوت الليل الحزين بن بطوش. الجزائر بقى بتعلن إقالة عمار تلاني ورجعوه في وزارة الخارجية، ومواقع جزائرية كتبت إنه إحنا خلاص تم إقالة عمار تلاني. عايز أقول لكم حاجة، يعني طبعا أنتوا عارفين إنه عمار تلاني، بس للناس اللي مش عارفة، عمار تلاني ده ولو في مصريين بيتفرجوا علينا يعرفوا، عمار تلاني ده كاره للمغرب بشكل كبير جدا، دايما بيشتم في المغرب وبيغلط في المغرب وبيحاول ينقص من إنجازات المغرب، راجل كاره للمغرب بكل السبل وكل الطرق، ودايما في هجوم على المغرب ودايما في انتقاد للمغرب، والجزائر تعمل كارثه يجيب سيره المغرب برضه، ما مش قادر افهمه يعني. فالحقيقه انه هم اصلا ادوا له كده منصب غريب كده، قال لك المبعوث الخاص للصحراء، ده منصب يعني ده اللي هو كان فيه اصلا، منصب عجيب غريب يعني، منصب انت مثلا ايه قاعدين كده، قالوا بقول لك يا عمار انا هخليك مبعوث الصحراء، اخليك يقول له يا باشا اعمل ايه يا ريس انا قاعد زهقان، يقول له اخليك خلاص اخليك مبعوث الصحراء، ما تزعلش نفسك، ما تزعلش عمار. فالحقيقه انه في بقى بعض الناس قالت لك ايه، ده معناه انه الجزائر خلاص هترجع في كلامها في قصه الصحراء. لا يا حبيبي، هم عاملين كده عشان اتودد للمغرب، وعايز اتودد للمغرب ليه؟ لانه الوقت المغرب هو يهمه قوي ان المغرب يحضر القمه العربيه، بعد ما دول عربيه كتير جدا قالت انها مش عاجبها غياب المغرب وان القمه ما ينفعش تقام في الجزائر طالما المغرب مش هيحضر. فهو دلوقتي بيتودد لك، طب انت عمار بلاند ده عدول بيشتمك، طب انا هقيله، اهبل انا بقى، عبيط انا، يعني عبيط انا بقى، هتحكي لك كلمتين. ف ده بالظبط سبب اقاله عمار بلاني، هو ده ان هم عايزين يتوددوا للمغرب عشان القمه العربيه، فتره القمه العربيه بس. و ده ملوش علاقه طبعا بملف الصحراء وان هم بيتراجعوا في كلامهم، لا لا لا، ولا بيعدلوا موقفهم، مفيش الكلام ده خالص، لانه بعد
التعامل الجميل والراقي اللي حصل والتقارب اللي ما بين المملكه المغربيه وموريتانيا، راحوا باعتين لك على طول واحد ايه الوزير الاول من الجزائر، راح مبعوت على موريتانيا. رايح تعمل ايه يا عم؟ قال لك راح بس اديهم الدعوه كده بتاعت القمه العربيه يعني، ونقعد شويه كده شغل عادل امام. ف شويه ايه يا باشا؟ يعني القمه العربيه انت بتديهم الدعوه اوكي، ايه بقى الشويه دول؟ الشويه دول عشان يتكلموا في تفاصيل ويقربوا من بعض ويحاول ان هو يجذب تاني المسؤولين الموريتانيين، عشان التقارب اللي حصل ما بين موريتانيا والمغرب لا ده كده ما ينفعش. طب خلاص انا من تحت لتحت فرصه حلوه اروح اديهم دعوه للقمه العربيه واضحك عليهم بقى، اقعد في الاوضه اقول له طب خلاص اديتك الدعوه، تعال بقى ندخل الاوضه اقول لك كلمتين. صحراء، صحراء مجنناني، صحراء تعبانين نفسيه. ده بالظبط اللي بيحصل بالظبط. يعني يقعدوا قدام التلفزيون يقولوا خد دعوه القمه العربيه، ويدخلوا الاوضه يشربوا سجارتين ويتكلموا بقى في التفاصيل الاهم اللي هو رايح الوزير الاول بتاع الجزائر عشان يتكلم فيها. دي المعلومات. لكن اقاله عمار تلاني هي طبعا هو يعني من كارهي المغرب بشكل كبير جدا، فاقالته هي للتودد للمغرب، ما فيش معنى ولا سبب تاني، ولا هو عمل حاجه طول عمره بيعمل، هو يعني جديد عليه، هو طول عمره بيعمل حاجات، انما هو اقلوه عشان انا اتودد للمغرب، فلما اتودد للمغرب المغرب ممكن يرضى عني ويحضر القمه العربيه اللي هتبوظ دي، هتبوظ، العرب كلهم مش موافقين ان المغرب ما يجيش، اعمل ايه يا ربي؟ بالظبط ده حال الحكومه الجزائريه والاعلام الجزائري في الوقت الحالي. ده كان اخر خبر معانا، فمستني طبعا تعليقاتكم على كل المواضيع والنقاط دي. الناس اللي جاوبوا السؤال صح امبارح اول تسعه اللي هو معركة العالمين دارت فين، اللي كانت بين ألمانيا وبريطانيا، دارت في مصر، الناس كلها جاوبت صح. لكن أول تسعة جاوبوا ملاك آية، علي مبشر، مان، محمد أبو الحسن، محمد أبو الحسن، مصطفى، مصطفى، ميسك تي في، سعيدة إم إتش، ريان أبدو، وفاتي فتوم، فاتي فتوم. بشكركم شكرا جزيلا طبعا لكل الناس اللي جاوبت السؤال صح. السؤالين بتوع النهاردة، مين في جيش عربي وصل للمركز الرابع، أقوى رابع جيش في العالم؟ مين هو الجيش العربي ده؟ وجيش عربي آخر وصل للمركز التاسع، تاسع أقوى جيش في العالم، مين هو الجيش العربي ده؟ الأولاني مين والتاني مين؟ في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي ليكم، ودايما متنور بوجودكم وتعليقاتكم بقراها كلها، مشرفيني ومنوريني، شكرا بزاف والسلام عليكم. مغربي ومغربية واصلين للعالمية، وبصوتنا نقول نغني أمجادنا عنا تحكي لكل الدنيا دي. درجة وأمازيغية والشلحة والحسنية، الله الله علينا مغربنا بينادينا والنجمة الخضراء.